بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في هذا الدرس تاع التربية المدنية سنة ثانية متوسط رايحين نديرو الانخراط في التنظيمات الاجتماعية، كيفية الانخراط في الجمعية، كيفاش ننخرطوا في الجمعية، كيفاش نشاركوا في جمعية. يتم الانخراط في الجمعية عن طريق طلب كتابي يوقعه صاحب الطلب، يعني يمضي فيه صاحب الطلب ويقبله مكتب الجمعية، وتثبت صفة العضو بمنحه بطاقة الانخراط. يعني الشخص يولي منخرط في هذه الجمعية بمجرد ما يعطيه بطاقة الانخراط. بالنسبة التزامات المنخرط داخل الجمعية، وشني الحاجة اللي لازم يديرها المنخرط داخل الجمعية وما يخالفهاش، يعني يحترم القوانين تاع هذا الجمعية. التحلي بسلوك ينسجم مع أهداف الجمعية، أداء واجب الانخراط السنوي، المساهمة ماديا أو معنويا مع الجمعية، المساهمة في أنشطة الجمعية وإنجاز المهام الموكلة إليها، يعني المنخرط. هنا فوائد الانخراط، وش الأهمية تاع الانخراط؟ اكتساب الحس المدني، التعرف على عادات وتقاليد مختلف مناطق الوطن، اكتساب خبرات والتعرف بأشخاص لهم نفس الاهتمام. العنصر الأخير هو أهمية الانخراط أو أهداف الانخراط، تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، اكتساب أصدقاء جدد والقضاء على أوقات الفراغ، اكتساب الأجر والثواب من الله عز وجل، وزيادة وتقوية الانتماء الوطني.